بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا مهم جدا، أسباب عطب ماطور المبردة أو احتراق الماطور. ليش يحترق الماطور؟ عندنا فقرتين، الفقرة الأولى إما إهمال، الفقرة الثانية خلل بالصناعة. الإهمال هو أهم فقراته، هذني العشرة تقريبا أجملناهم كليتين بهاي النقاط. النقطة الأولى التشغيل بارتفاع الكهرباء والتشغيل بانخفاض الكهرباء، النقطتين واحدة مرتبطة بالأخرى. يعني أنت عندك جهاز حماية بالبيت، تقدر من خلال جهاز الحماية أن تعرف الكهرباء ارتفاع أو انخفاض، فيفترض بيك أن تطفي الماطور ما الشغلة. الشغلة الثانية أكو خلل ميكانيكي بالماطور، يعني قسم من عدة الماطورات، قسم من الماطورات أكو بوشة وقسم بولبرين. فأنت المفروض أي صوت أو خلل بالماطور، يعني إلا فرة بيطلع لك صوت، لازم شو تسوي؟ توديه لأقرب ميكانيكي يمك أو مصلح ماطورات يسوي لك إياه. النقطة الأخرى ضب القايش، هذا القايش مالتك لازم يكون برخاوة، يعني ما يصير تسوي إيدك هالشكل والقايش كلش قوي. هذا اللود وين راح يصير؟ عندك اللود يصير على الماطور، فبالحالة إيش راح يصير؟ حماوة بالسلك ويحترق الماطور. الخطأ الثالث الخامس العفو خطأ بالربط. يعني أكو عندنا ماطورات مثلاً بها سرعة، نفرض هذا الماطور به ثلاث أسلاك وكل سلك إلى يعني قسم كم، قسم سرعة عالية قسم سرعة واطية، تقدر تعرفها عن طريق الليبل الموجود هنا. يعني هسه بالنسبة لهذا الماطور الكم مالته أزرق والعالي مالته أسود والواطي بني. يفترض إما تستشير مصلح أو الشخص اللي يبيع لك إياه، أي ربط غلط عن طريق هاي اسم الماطور راح يصير تلف بالماطور ويحترق، فتوقع بمشكلة. الخطأ الآخر اللي يصير عندنا دائما سقوط الماء، الفقرة الساسة سقوط الماء من التقسيم. أكو عندنا تقسيمات، هاي شوفها شوي ينزل لجوا، هاي التقسيمات أحيانا تنشق الصوندة وين يصير الماء، المي يوقع على الماطور. فلازم واحد كل فترة أسبوع أسبوعين يفتح المبردة ويشوف أكو خلل ده يوقع مي عليه. هاي أحد الفقرات الأخرى. الفقرة السابعة الحلفة، الحلفة تكون قريبة من الماطور. يعني مثلا هاي الحلفة هساي، هاي هسه خطأ. ليش؟ لأنه هذا طالعة كليتها، يفترض أكو ماسكات تثبت وتنزل لي جوا هالشكل، لأنه هاي الحلفة إيش راح تسوي؟ راح تسحب مي ولا الماطور، خصوصا الباب اللي قريبة على الماطور، واحتمال قايش نفسه صعد لك مي على الماطور. الفقرة الأخرى استخدام ماطور غير قياس مبردة. يعني عندنا هسه المبردة الماطور مالها كبير، شفنا إياه، هذا المبردة قياسها 2.5، احتمال أن تخلي له ماطور نفس هذا الصغير. هذا الماطور ما راح يفرها، لأن القوة مالته هذا قوة 2000، هذا 2.5، فشي يصير بالماطور؟ يحترق هذا الماطور، فلازم تختار القياس المناسب. الفقرة الأخرى التاسعة عطل المكثف. يعني هذا المكثف الكونديسر عاطل عندك، فتضطر من الشغل المبردة راح تطيها فرة، يعني إلا تفرها يلا، ما تفرها من السربس أو من القايش. هاي الحالة من تطفى الكهرباء وتجي وما حد يفرها، راح شي يصير بيه؟ يحترق الماطور، لازم تعالج هاي المشكلة. الفقرة الأخيرة هذا السربس مع المبردة، هذا بيبوش، البوش مالته من تقوم يصير عندك ملعب نبات هناية ويصير عندك ثقل بالفرة، هذا اللود وين راح يصير؟ على الماطور، فيحترق الماطور. هذين الأخطاء اللي يمك أنت كمستخدم. نجي على الأخطاء خلل بالصناعة. الملفات تكون ألمنيوم، ملف الألمنيوم ما يتحمل، فأنت شلون تعرف الماطور؟ تقدر تحك يعني بدر نفيس صغير، تحك هذا السلك ده شوفه السيم مالته، حكة صغيرة شوفه، إذا طلع لك أبيض معناته هذا فافون، إذا طلع أصفر هذا نحاس. فقرة الثانية بالصناعة الكورات تكون فاشلة، يعني هاي الكورات اللي منا ومنا اللي لازم البولبرنات تكون مو زينة، ولهذا بسرعة تخرب ويحترق الماطور. بعدين أكو فقرة أخرى بأعداد الملف تكون قليلة، يعني السيم اللي مستخدم مجرد بس يفتر الماطور، بس القوة مالته راح تأثر عليه، بالنتيجة يحمل الماطور ويحترق. فحبينا نقول لكم على هاي الفقرات كليتها، وإحنا اليوم حرارة الجو ما شاء الله فوق 50، فحبينا نفيدكم بهالفقرات، انتبهوا عليها رجاءً، وشكرا لكم.